مرحبا واضح، أنا محمد جحجاح، عمري 31 سنة، بشتغل سائق تاكسي وبدرس حقوق. تسعة وعشرين عشرة 2016 قذيفة غدر نزلت جنبي، شظية فاتت من الصدر على الرئة على العمود الفقري، عملت حرق بالنخاع الشوكي. ضليت حوالي السنة ونص من دون عمل، من دون أي شيء، إنه مهتم بعلاجي، وطبعا كانت حالي النفسية إنه ضعيفة، لبين ما استجمعت قواي وأموري وصحتي شوي، إنه صحتي وعافيتي، إنه صرت أقوم بحالي شوي، إنه أعتمد على نفسي. خطرت على بالي فكرة سيارة وصرت اشتغل سائق تاكسي. طبعا تعديل السيارة عدلتها بنفسي، بس بمساعدة حداد وبمساعدة ماكينسيان بتركيب القطع. طبعا تغيرت حياتي للأحسن بعد ما اشتغلت على التاكسي. طبعا في عقبات، انه في عالم تطلع انه يي مصاب، انت ليش عم تشتغل؟ من شان شو بدك تشتغل؟ انه روح بروك في البيت اريح لك. هلا طبعا الصعوبات، ما في انه هالصعوبات، الصعوبات الكتير، انه اوقات مثلا بنحكم انه ما بكون في حدا يساعدني يعيني، انه بس يطالعني على السيارة مشان اطلع عليها، انه بنتظر شوي لبين ما حدا يجي من الشباب ينزلني. وطبعا ازمة البنزين هي معروفة، انه نحن ضمن حصار اقتصادي عام علينا. طبعا أنا هدفي الأول والأخير بعد الإصابة إنه هو العلاج، والطموح فيه كتير طموح، بس الواحد بيطلع على السلم درجة درجة لبين ما يحقق طموحه. وطبعا بعطي أنا أمل وتفاؤل للناس، وبنفس الوقت إنهم بيعطوني أمل وتفاؤل وقوة. طبعا في منهم بيعطوه، في منهم بيمدحوا انه براو عليك، سابر، الله يوفقك، الله محييك. في منهم لا، انه بيتذمروا من الخوف، من التشاؤم، او هن يعني متشائمين، او هن بشكل عام ما وصلوا للشيء انا اللي وصلت له. طبعا وبالاول بالاخير المعاق هو معاق فكريا، ما معاق جسديا. نحن بنحسن نعمل اي شيء بدنا اياه، بس تكون عنا ايمان وقوه ويقين بالشيء اللي نحن بدنا نعمله. طبعا بحب اوجه رسالة للجميع، انه لا حدا يستسلم. شوفوا الحياة، الحياة راح تستمر، ولا تهتموا للناس نهائيا، وثق بنفسك.